نحن في قريش. لو النبي نحن من سادة قريش. طب لحظة واحدة كده. يعني احنا فعلا في قريش؟ نعم. طب حياة ابوك، طب انا اروح من هنا سوق الجوار ازاي؟ انه بعيد وتحتاج الى دابة مثل حماري الذي هو بالخارج. يا راجل، حمار اللي هو بالخارج وعملت تتصيد وتقولي سيدة قريش؟ انا سيدة قريش. في الاخر عندك حتة حمار موجود برا وسادة ومش سادة. طب ادوكوا ايه؟ طب ما تيجوا نلعب لعبة كده اعلمها لكم. تفضل. ايوه، امسك هذا السيف وهذيك نقودي. هذيك نقودي دي، ها؟ اسمها مولك. اسمها ايه؟ مولك. مولك، خلاص. ومن الناحية التانية اسمها ايه؟ كتابة. 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 يبقى دي ايه؟ مولك، ها؟ مولك. دي ايه؟ مولك. مولك. ودي كتابة. 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 قول كتابة. ايوه، وانا حاطين فوق واغميها وانت تعرف تقول لي اذا كانت ملك ولا كتابة. اتفقنا؟ اهو. طب انت تقول ايه؟ مولك. اذن انا كتابة. انت تكسب وانت تخسر عشان انت قلت ملك وهو خد كتابة. انا اريد ان اكسب. انا ايضا عايز تكسب؟ طيب انا هحط الدرارير كلها رهان. نلعب على رهان بقى، خلاص؟ وصاد الحمار بتاعك اللي بره. موافق. فاللي وافق انت؟ موافق. خلاص؟ موافق. هتديني الحمار؟ موافق. اللي بره ولا انت؟ موافق. موافق، خلاص ماشي. يلا يا عم، انت هتختار ايه؟ مولك. مولك، خلاص؟ وانا هختار الكتابة. خلاص، مولك وكتابة. هو حتى الحمار بتاعه بره عشان خاطر هو هيتراهن مقامرة، وانا اروح حاطط الفلوس كلها. هو يكسب او انا اكسب، ماشي؟ هو قال مالك، ماشي؟ اهو. ده هو الثعبان الطائر ده. انت كنت ميزه؟ ملك. يا وحي يا وحي. انها كتابه. كتابه اللي كانت كسبت الحمار. هيا 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 اركب عليه الحمار. مسد. ماذا تفعل يا رجل؟ إنه ليس حماري، حماري بالخارج. يا راجل، يا ده مش الحمار وقاعد معنا؟ وانا عمال برضك اقول في حمار بيتكلم، مش واخد بالي. اعطيني سيفي؟ هذا السيف ايوه الحمار. هيا هيا. ايوه. اتبعني. انا هو؟ هذا هو حماري. ايوه. فين هو ده؟ عامل كم كيلو ده؟ ماشي كتير ولا ايه؟ تفضل، تصحبك السلامة. تصحبك اللعنة. هيا 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 يا كريم. هيا هيا يا الحمار الكافر. من هنا من هنا كده 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 يا عم الحمار. كده قلنا يمين يمين تاني. يلا، لقد وصلنا الى ملمى البصل. ها هيا يلا. ها شمال بقى، شمال بقى، شمال من هنا كده، شمال من هنا. انت حمار، خش يا شمال كده على طول. يلا. ايوه. السلام عليكم يا كوم. مع السلام عليكم. ايه؟ السلام عليكم. اليكم طرة مزاد اليوم. جارية بطة بطة تنعدر من سلالة عريقة. من سيفتح المزاد؟ 100 دينار. 100 دينار. 120 دينار. 120 دينار. 135 دينار. 135 دينار. 15 دينار. 15 دينار. أنا أقول 135 دينار وأنت تقول 15 دينار. أنت بتتكلم على إيه؟ ماذا تتحدثون؟ لماذا تبيعون؟ على هذه الجارية الجميلة. أيوة. إذن 500 دينار. 500 دينار. حقا يا سيدي، 500 دينار. و15. ايوه دي ست بان عليها بان عليها بنت ناس ومياهات فيه.
أبان عليها بنت ناس ومش رشة ولا أي حاجة. إنها ترقص وتمرح وتطبل وتؤدي لك كل شيء. حمدا للآلهة، أنا لا أصدق عيناي. 500 دينار في ابنة أخي. أصدق أنك راجل واطي قوي. في حد أنت ده بنت أخوك دي؟ أجل بنت أخي. أشهد ومش مكسوف؟ من أي عائلة واطية حضر أنت؟ إنني هريسة من بني مهروس. هريسة يخرب بيتك، ده أنت عريتنا في وسط الكفار. هل سيزيد أحدكم على 500 دينار؟ أنا بونا. إذن حلال لك. لا خلاص، خلاص ما تعيطيش بقى. خلاص أنا مش أنا بص أنا هشتريكي وهسيبك تفرحي. خلاص ماشي؟ أنت اسمك إيه؟ هند. اسمك إيه؟ هند. طب بصي يا هنودة، أنا روحي ذهبي، فأنت فرحانة. فأنت إيه؟ عطلانة. فأنت إيه؟ حرة. أنت حرة. شكرا لك، لقد أنقذت حياتي. أمال إيه؟ أنا مدينة لك بحياتي يا سيد. يا ذنبي. يا سيد لمبي. أيوه. من أي قبيلة أنت يا سيد لمبي؟ أيوة. لأحرر لك الصخ. صخ؟ إيه صخ دي؟ الصخ. هذا الرجل من بني الحارث، وهذا الرجل من بني النعمان، وهذا الرجل من بني المنذر، وأنت من بني سويف. أتقصد أنك لست من أي عشيرة؟ إذا أنت لست من السادة. يا عم سادة إيه وبحليب إيه؟ مش ناقصة وجع دماغ بقى. صادروا ممتلكاته وحماره وسيفه وخذوه مع العبيد. أوعى يا عم الحاج، أوعى أوعى، ده أنا أخذ لكم هبل بتاعكم ده. ده أنا اللمبي، ملوش كذا خيار يا عم الحاج. طب لا إله إلا الله، الله أكبر يا كفار عليك. أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر. إيه الحال؟ يا حبيب انتي هغسل ايدي. هتغسل ايدك ليه؟ احنا كنا حاجة. خلاص ده لازم الاكل الواحد يبص له ويخلص. ايه يا امي رايحة فين؟ خلاص كلت. لا يا امي كده ده اكل برضه. ثانك يو ماما عواطف. استنى 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 تعالى يا عواطف. ايه؟ انا اقول لي هو انت امها؟ امها؟ ها؟ انت امها؟ لا مش امها، انا زي امها. زي امها؟ اه. وهي زيها زي فين؟ مين دي؟ ما تحددتش عايزه ايه وليه؟ يعني انت زي ما انت بهي البت دي امها فين؟ امها ماتت. ماتت؟ اه. ماتت ازاي؟ الفيل موتها. طب والفيل فين؟ الفيل في الحديقة عايش، هي اللي ماتت. يعني انفصلوا؟ مين دول اللي انفصلوا؟ هم انفصلوا عن بعض؟ مين دول؟ انا الولية مش انت اللي بتقولي ان امها كانت متجوزة فيل؟ بقول انتش هتأوليني يا ولية. والله قلت امها. انا ما قلتش حاجة. والله قلت امها وحشة. والله العظيم ما قلتش. طب انت ما صدمتيش امها؟ وانجابي صدمتي. عواطف انتوا بتتخانقوا ليه في ايه؟ لا دي ست مش ما حصلتش. ايه ده؟ بتغلط في ماما. في ماما. يا حربوها يا حربية. حربوها يا حربية. بس يا عواطف يلا اطلعي بره. يلا امشي امشي يلا، ده ضربة الدم ما تتضرب في كعب رجلك. خلاص بقى. وتروح وزعتك في عقب الساعة. شلنتي. امشي يا مشغولة. ده ضربة. بس قولي لي بقى، قولي لي بقى، انت بقى فيك حاجة كده يعني مغيرة، ايه هي بقى؟ قطاطا. اقول لك على سر بس اوعي تقولي لأي حد. خالص كبير. تعالي. هاجي؟ باي عملت الاكل بقى. اه كفايه كده يلا. صح. ايه ده؟ ايه ده؟ الله، الشياكه والحلاوه دي حلوه في السجن قوي. جبت من السجن ده تحفه قمر. وطلبت ان انا اجيب الفساتين التانيه كلها من السجن عشان لما اخرج واجي يبقى انا معاكي كويسه. تحفه يجنن. حلو. قطاطا عارفه ايه اللي شاغلني بجد؟ ايه بقى اللي شاغلك؟ الليمبي. الليمبي؟ يا سلام على الليمبي. الليمبي ده الله. طب احكي لي احكي لي والنبي قطاطا عشان وحشني قوي. حاضر يا سيدي. زعل على النبي.
خاطروا ممتلكاته وحماره وسيفه وبيعوهم على عبيد. عبيد ايه يا عبيد؟ لا اوعى اوعى، ده انا اللب. انا من مصر ومن الدنيا من حاج، يعني السيده زينب ولا انا كفار على نفسكم يابا. انا من السيده زينب يعني انا صهن ايها العبد. يا عم صهن ايه؟ والمصحف الشريف يخش غزالكم هو بتاعكم ده. اذا انت من اتباع الدين الجديد الذي لا هو بالشعر ولا بالسحر ولكنه كلام جميل. ويحك ويحك ايها العبد الذي يدعو الى الدين الجديد. ايه ده ابو لهب ده ولا ايه؟ ابو لهب؟ ايوه ابو لهب. اوعى يا عم، عرفتك يا عم الكفار، ويجب عليك ان تذم نفسك قبل ان اعملها معاك. ماذا تقول؟ بلا ماذا اقول، بلا ماذا بقول. الله، ايه يا عم الحاج انت؟ ايه هو سكتناله دخل بحمار ولا ايه؟ مفيش بني ادم بيحبك ومكروه على وجه البسيطه كلها. ايوه، مالكش ارضيه عند البني ادمين، لا في الشيك ولا في الشعب. لهجتك غريبه جدا. إذن سأشتري العبد والجارية وهذا الرجل أيضا ب1500 دينار. إنني لا أعرفه ولقد كنت أبيع ابنة أخي. إيه يا جدي؟ أنا أعرفه يا عم أنت أبو لهب. أنا عارفه. إيه يا عمو؟ ده إحنا قرايب يا عم. ده هريسة، ده مضيع النسوان بتاعت العيلة كلها. حلال عليك، سأحر لك الصك في الحال. خذ هذا. ايوه، وش معنى هذا؟ لماذا هذا؟ لا تسألوا عن اصله وفصله من فين؟ صاحب يا عبد السوق، لا تتطاول على اسيادك، انه سيد قبيله بني زرزور. قلت لك. قلت لك ايه يعني؟ جاي مختارنا لك يعني ولا ايه؟ صاحب يا عبد السوق. يا عم ولا صاحب، بلا ايه بقى؟ تبلوهم. ايه تبلوهم دي؟ يعني ايه تبلوهم؟ انا ما تبلش انا عشان اتشوي يا عم الحاج. اوعى يا عم انت. لا يا عم الحاج، مش اللمب اللي يتحط على الجريل. اوعى يا عم الحاج، اللمب ما يتسويش ابدا. ايه يا جدعان؟ حتى لا ياخذونك ويعذبونك. هو ده سيرك ده ولا ايه؟ ده سيرك. انهم عبيدهم وهم احرار فيما يفعلون به. ايوه، ده حيبنوا حيبنوا على الراجل ده بيت ولا ايه الحجر ده؟ صح يا بيه؟ ازاي بس؟ انا مش فاهم التصوير ده يعني لحد امتى؟ هي الساعة كام دلوقتي يا سيد زيتون؟ ماذا تقول؟ اللي ماذا تقول؟ عايز اجيب سجاير. انا اجيب سجاير منين دلوقتي انا؟ اصمت يا العبد، انك تثرثر في لغو فارغ. سمعا وطبعا يا مولاي. زينب